طيب سماحة السيد، نعلم بأن كل مصلح عندما يخرج يكون لديه أنصار. أريد الحديث عن أنصار الإمام الحجة سلام الله عليه، هل هم شخصيات عظيمة؟ أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ذكرت في الروايات، هم في حقيقة الأمر شخصيات مقربة عند الله وجليلة القدر وعظيمة الشأن، ولهم مقام عظيم عند الله، لأن هؤلاء يلاقون من صعوبات جمة ومشاكل عديدة، ويواجهون تيار معاكس لهم، ويبدأون بالمقاومة الشرسة في قبال هذه التيارات المنحرفة بإيمان راسخ وعقيدة وبصيرة واضحة. ولذلك عبرت الروايات عنهم بأنهم لم يدركهم أحد من الأولين ولا يدركهم أحد من الآخرين، فإذن هم شخصيات عالية المقام جداً.